السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعلى صحة جيدة. موضوعنا اليوم في هذا الفيديو إن شاء الله هو غادي نجاوبوا على جوج ديال الأسئلة. السؤال الأول هو شنو هما الدروس اللي خاصني نضبط مزيان من الجدول المشترك باش ما نلقاش مشكل في الأولى بكالوريا، بمعنى شنو هما الدروس اللي عندها ارتباط ما بين جدول مشترك وأولى بكالوريا. السؤال الثاني هو انه مجموعه من التلاميذ اختاروا سيونس مات وكيتسالوا على ما مدى صعوبه هذه الشعبه، دونك خليك معايا وغادي نعطيكم مجموعه من المعلومات. غادي نبداو بالسيونس مات. سيونس مات فعلا عندها واحد السمعه، اي واحد سولتي على سيونس مات غادي يقول لك انها صعيبه. هي في الحقيقه ماشي صعيبه، وانما فيها الخدمه. فيها الخدمه حيت كاينين دروس زايدين، مثلا بالنسبه للفيزياء داكشي اللي كيقراوه علوم تجريبيه كيقراوه سيونس مات، ولكن بالنسبه للسيونس مات عندهم 5 ديال الدروس زايدين. وهاد 5 ديال الدروس فيهم صعوبه، ولكن ماشي شي صعوبه نيت، غادي غير تخدم التمارين وتفهم لو كور ديالك مزيان ما غاديش تلقى مشكل. دونك الا كنتي قادر انك تخدم بزاف ديال التمارين وتحاول تقاتل بهذا المفهوم فغادي تجيك سيونس مات سهله جدا. ومعلومه الثانيه، سواء درتي سيونس مات سواء درتي علوم تجريبيه في هذه القناه غادي تلقى اي حاجه بغيتيها بالنسبه للدروس، راه موجودين كاملين. حيت بزاف ديال التلاميذ كيسولوا بغاو يخدموا في الصيف، غادي نخلي لكم واحد بلاي ليست اولا هاد البي دي اف، هذا غادي نخلي لكم في صندوق الوصف، غادي تيليشارجيوه عندكم. اين فوا كتبغيو شي درس هما الدروس بالترتيب، مثلا بغيتو الدرس الاول في السيزيام هو هذا، كتكليكي دو فوا هنايا راه غادي يديك اليوتيوب نيشان، مفهوم؟ دونك راه الدروس كاينين كلهم، واللي سالا شي درس وبغى السلسله ديال التمارين راه كاينه، واللي سالا مثلا الدرس الاول والثاني وبغى النموذج ديال الفرض راه كاين النموذج ديال الفرض الاول. يعني هاد السنه هادي راه درت بزاف ديال الفروض وبزاف ديال السلاسل، نتوما ما عليكم غير تخدموا وتطلبوا اي حاجه بغيتوها في لي كومونتير. غادي نشوفوا دابا بالنسبه للسؤال الاول اللي هو شنو هما الدروس اللي خاصني نضبط مزيان من الجدول المشترك باش ما نلقاش مشكل في الاولى بكالوريا. باش نجاوبوا على هذا السؤال غادي نعطيكم الترتيب ديال الدروس في السيزيام. الدرس الاول في السيزيام هو هذا موفمون دو روتاسيون. بالنسبه لهاد لوكو شنو غادي نحتاجو؟ غادي نحتاجو لي زيكواسيون اوغير. هاد لي زيكواسيون اوغير كاينين في الدرس ديال لو موفمون، وبالتالي الا كان عندك مشكل في لي زيكواسيون اوغير وبالضبط ديك الفقره ديال موفمون دو روتاسيون كاينه في الجدول المشترك، سير حاول تعاود ديك الفقره باش ما تلقاش مشكل. وان شاء الله راه غادي ندير لكم واحد الفيديو ندير فيه مراجعه شامله للدروس ديال الجدول المشترك. الدرس الثاني هو هذا ترافاي اي بويسونس دي فورس، والدرس الثالث هو هذا، والدرس رقم 4 هو هذا. بالنسبه لهاد الدروس بثلاثه شنو غادي نحتاج من السانكيم؟ غادي نحتاج هادو ريبريزونطاسيون دي فورس، يعني ما خصوش يكون عندك مشكل ديال تمثيل القوى، ولا بروجيكسيون، يعني ديك كنختار واحد لاكس اكس ايغريك وكنديروا لا بروجيكسيون ديال لي فورس ما خصوش يكون عندك مشكل. كان عندك مشكل خليها لي في لي كومونتير، غادي نعطيك فيديو تفرج ولا خاطرك ما حدك مازال في الصيف. كاين عندنا كذلك لي زيكيليبر. لي زيكيليبر شنو كنقصد بهم؟ كنقصد بهم ايكيليبر دان سوليد سوميا دو فورس سوميا ترو فورس، وليكيليبر دان سوليدون روتاسيون. بالضبط في هذاك ليكيليبر دان سوليدون روتاسيون خصنا نعرفو كيفاش كنحسبو لو مومون دي فورس، لانه كنحتاجوه بالضبط في هاد الدرس هذا، مفهوم؟ واهم حاجه تاني لو برينسيپ دينيرسي كاين في الجدول المشترك. لو برينسيپ دينيرسي ماشي غادي ناخذو الدرس كامل، مثلا ديك العلاقه المرجحيه وداكشي الا ما عندنا ما نديرو به، فقط غادي ناخذو منو عباره واحده انه الا كانت السرعه ثابته فمجموع القوى كيساوي متجم عادم. هذه هي اللي كنحتاجو في هاد الدروس هادو. فوالا دونك بالنسبه لهاد الدروس هادو هادشي اللي كنحتاجو. وغادي ندوزو للدرس الموالي. الدرس الموالي العنوان ديالو ترافاي اي انرجي انترن، وهذا خاص بعلوم رياضيه. كاع الدروس اللي غادي نديرهم بهاد لا كولور هادي فهما خاصين بعلوم رياضيه. دونك بالنسبه لهاد لوكور ما كنحتاجوش فيه بزاف داكشي اللي قرينا في السانكيام، كاينين شي معلومات لا بريسيون وداك الوحده ديالها ولا السيرفاس ايتترا، تقدر كاع ما تقراش الجدول المشترك وتجي تقرا هذا الدرس هذا. ثم بالنسبه للينيرجي تيرميك اي ترانسفير تيرميك، هذا حتى هو
يعني ما كنحتاجوش منه الدروس من الساكيام، هو ديال السينوس مات تاع الدرس. وعندنا لو شون الكتروستاتيك نفس الشيء، هاد لو شون الكتروستاتيك كنحتاجو فيه دوك لي زيكيليبر ودوك الضبط ديال 3 فورس، هذا اللي كنحتاجو. وعندنا الدرس الموالي انرجي بوتونسييل دون شارج الكتريك دون ان شون الكتريك يونيفورم، نفس الشيء هذا وهذا كنحتاجو فيهم هاد الدرس بزاف، يعني توازن جسم صلب خاضع لي 3 قوى. ثم بالنسبه للكور سويفون هذا يعني مشترك، هادو اللي درت بلون مغاير هما اللي خاصين بعلوم رياضيه، هذا دابا مشترك. ترانسفير دو لينيرجي دون ان سيركوي الكتريك بويسونس الكتريك، دونك هذا كنحتاجو منه شي شويه يعني من داكشي اللي قرينا في الجدار المشترك، وشويه من الكاتريام ديك لا بويسونس وديك لينيرجي داكشي ديال الثالثه اعدادي هو اللي كنحتاجو بزاف في هذا الدرس هذا. ثم الدرس الموالي كومبورتمون جلوبال دان سيركوي الكتريك، نفس الشيء بالنسبه لهاد لو كومبورتمون جلوبال كنحتاجو فيه الدرس من السانكيام سميتو كاركتيريستيك دو كيلكو دي بول باسيف اي اكتيف. دونك اللي ما قراوش هاد الدرس خصكم ضروري ديروا عليه اطلاله بسيطه جدا، يعني ما كتحتاجو منه صراحه بزاف، فقط يعني واحد لي زيكواسيون كاركتيريستيك ضروري خصكم تحفظوهم، وديك التمثيل المبياني ديال ليكواسيون كاركتيريستيك دان جينيراتور اي دان ريسيبتور. وزمان اللي ما قراش هاد الدرس وبغى يقراه خليه لي في لي كومونتير، راه كلشي موجود. ثم بالنسبه للشوم مانيتيك هو درس جديد يعني ما عندوش علاقه بالسانكيام. ثم للشوم مانيتيك كريي بار ان كورون الكتريك تا هو نفس الشيء، ما كنحتاجوش فيه داكشي ديال السانكيام. ولا فورس الكترومانيتيك كنحتاجو منها داك التوازن جسم صلب خاضع لقوتين 3 قوى، وبالضبط الفقره ديال لو مومون كيفاش كنحسبو لو مومون. فوالا دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للفيزيك، ماشي هادشي اللي كاين غير هو الاساتذه هادشي اللي كيوصلوا في المقرر، كاين الفقره ديال لوبتيك ما كيوصلوهاش الاساتذه، ما عندهاش علاقه بالسانكيام اصلا، عندها علاقه شي شويه بالثانيه اعدادي. دونك غادي ندوزو للشيمي دابا. بالنسبه لي كور ديال لا شيمي عندنا الدرس الاول لي غوندور فيزيك لي على كونتيتي دو ماتير. كيف ما كتشوفوا لا كونتيتي دو ماتير، شوف واحد القضيه نتفاهموا عليها الله يرضي عليكم، طابلو دافونسمون، انا كنقولها طابلو دافونسمون، طابلو دافونسمون ثلاثه المرات. اللي عنده مشكل راه ما عندك ما دير بالشيمي ديال السيزيام كلها والشيمي ديال الباك، عندك مشكل في طابلو دافونسمون سير ولد الناس جلس للارض وقرا ليك مزيان وخرج واحد على الاقل 20 تمرين وتخيتي دوك ليكا كاملين. امتى كيكون عندك ميلون ستوكيوميتريك وداك لو رياكتيف ليميتون، كيفاش كتجبدو دغيا، كيفاش كتحسب لا كونتيتي دو ماتير، خصك تاكل هادشي. طابلو دافونسمون انا نعاودها للمره رقم 4. دونك هاد الدرس كنحتاجو فيه طابلو دافونسمون، هادو كاملين صراحه نقراهم كاملين. لي سوليسيون الكتروليتيك كي لي كونسونطراسيون، هانتوما كونسونطراسيون غادي تفهم من راسك بلي غتحتاج الدرس ديال لا كونسونطراسيون، سويفي دين ترانسفورماسيون شيميك بيلون دو لا ماتير. بيلون دو لا ماتير كاين في الدرس الاخر في الشيمي، هذاك اللي فيه ني طابلو دافونسمون الا شفتو بيلون دو لا ماتير، هذه مهمه. كذلك ميزير دو كونتيتي دو ماتير اون سوليسيون بار كونديكتيمتري، بالنسبه لهذه جديده ولكن خصنا فيها طابلو دافونسمون وخصنا فيها كيفاش كنحسبوا لا كونتيتي دو ماتير. صافي هانتوما اللي غتحتاج من السانكيام طابلو دافونسمون درتو بالاحمر، يعني هذا خطر، الا ما ضبطتيش راه عندك مشكل. وكيفاش كنوزنوا المعادلات، الا عندك مشكل قولها لي نخلي لك فيديو في صندوق الوصف زعما في كومونتير، ديك الساعه لا سولتي غادي نخليه لك. ستركتور الكترونيك ديك كا ال كنحتاجوهم شي شويه في هذا، كونتيتي دو ماتير كونسونطراسيون، يعني لا كونتيتي دو ماتير الدراري الله يرضي عليكم دوك العلاقات باش كتحسب خصكم تاكلوهم نيشان. علاش؟ لانه اي سؤال في هادو كتلقى السؤال الاول كالكيلي لا كونتيتي دو ماتير، السؤال الثالث كاع كيقول لك تراسي لو طابلو دافونسمون. دونك خصكم الله يرضي عليكم ضبطوا هادشي. هذا راه درت لكم ما يكفي من التمارين، درت الدرس فيه جوج ديال التمارين ودرت السيسيا فيها ثلاثه ديال التمارين ودرت ثلاثه ديال الفروض
كل واحد درت فيه هاد التابلو دافونسمون. فوالا ندوزو للدرس الموالي، لي رياكسيون اسيدو بازيك، لي رياكسيون دوكسيدو ريديكسيون، دوزاج. دونك هادو بثلاثه كنحتاجو فيهم طابلو دافونسمون ضروري، كونتيتي دو ماتير، كونسونطراسيون، وداك الدرس الاخر في الشيمي، ترانسفورماسيون شيمي الا بغيتي تمشي مزيان. فوالا. وكاين عندنا اخر حاجه في الشيمي هي لا شيمي اورغانيك. هاد لا شيمي اورغانيك جديده 100%، وفيها 4 ديال الدروس، وكاينين اساتذه كيوصلوها كاينين اللي ما كيوصلوهاش. الصراحه هذا هو واحد الخطا كيديروه بزاف ديال التلامد غادي نقول، لانه كيتلاهو مع الجهوي في سيزيام وما كيقراوش هاد الشيمي اورغانيك، وهاد الشيمي اورغانيك عندها واحد الثقل في البكالوريا. دونك انا كنصحكم وان شاء الله غادي نوقفوا معكم هاد العام باش ما تلقاوش مشكل. ما عليكم الا حاول اللي شاف هاد الفيديو هذا يدير لايك وكومونتير. الا شفتوا مثلا 1000 تلميذ بغيت 1000 كومونتير و1000 لايك باش تشجعونا، وغادي نوقفوا معكم حتى تشدوا الباك ان شاء الله. والسلام عليكم.